وبالتالي أن تتحضر أمام المحكمة إراديا. أكدت كل ما جاء في صريحتها أمام الفرقة الوطنية وأدلت أمام المحكمة بكل أريحية وبكل إرادة بالممارسات التي تمت مع المتهم. وأمام الفرقة الوطنية لما سئلت عن علاقتها وضحت العلاقة بأن كانت هناك علاقة صداقة، من بعد العلاقة الصداقة أن كانت عندها واحد الظروف عائلية إلى آخره، المهم إلى حين استدراجها إلى مكتبه وممارسة الجنس معها. تقول بأن دائما علاقتها ظلت متينة وجيدة مع المتهم، خصوصا أنه كان يعطف عليها وأن كانت هناك أسرار بينهما يتبادلانها. اليوم تشجعت ورأت الشريط بعدما أدلت بتصريحاتها كاملة بتفاصيل دقيقة. عرض عليها الشريط، سئلت من طرف المحكمة هل هذا هو المكان الذي تعرضوا عليها قبل صور للمكتب، أكدت المكتب، أكدت الكنبة، أكدت صريحتها. بالفعل أكدت بأن هي من تتواجد بالشريط مع المتهم توفيق بوعشرين وبأن كل الأوصاف التي أعطتها هي صحيحة. لكن المشكل هو أن المتهم حين وجه هرب مرة أخرى لكون أن الضابطة رجوعا إلى الضابطة أو الفرقة الوطنية أن عرضت عليها الفيديو وأن حاولت كذلك تستعملها وأن كذا، تشكيك السابق، ونفى أن يكون هو الذي يوجد في الشريط. سئل عن صريحاتها التي تؤكد هي لا عداوة، تدعي بأن لا عداوة بينهما وإلى الآن تقول بأن علاقتكما طيبة، لم يجب عن هذا السؤال. قد يقول بأن ليس هو من يوجد في الشريط وليس هو من كان يثبت الكاميرات ويسجل الفيديوهات، لأن هنا ما بقيناش نهضروا على مشاكية تم استعمالهم من طرف جهة معينة، ما بقيناش نهضروا على كذلك مستخدمات معه وله مشاكل معهم وكذلك تم توظيفهم. هنا كنهضروا على نساء ناضجات مستقلات ماديا، لهم وضع اعتباري واجتماعي، وأن كيدعوا بأن تلك العلاقة بينهم وبين المتهم كانت رضائية. ولكن أكدنا الممارسة وأكدنا التوقيت وأكدنا مكان الممارسة الجنسية. هذا التعنت في الإنكار والاستمرار في الإنكار ماذا يخدم؟ الآن صريحات واضحة، هادو النساء أنا قلت لكم عندها وضع اعتباري، عندها وضع، واش كاينة شي امرأة في هذا الوضع هذا غادي تجي وغادي تنسب لنفسها أشياء قد تمس بوضعها العائلي وتمس بوضعها الوظيفي. الصورة واضحة، الأوضاع الجنسية واضحة، الأساليب واضحة، والمكان يعني واضح بشكل لا يدر أي مجال للشك.